So building a business is difficult, and having the right ecosystem in place helps. So Dubai SME has supported Tjaarz to work with entrepreneurs to help them get started properly, especially those who are looking to focus on creating the right mix of ingredients to create your own brand of perfumes or specialty beverages like coffee or franchising or e-commerce or your own brand. So to all the non-Arabic speakers, a heads up, this segment will be fully in Arabic, and the retro bit segment after that will be in English. In the retro bit, I'm going to talk about the CDs, CD-ROMs, if you remember burning music on CDs and waiting until it burns properly for you to have around 20 songs. I'll be talking and reminiscing more about that. For now, I'd like to welcome our guest, Akh Fahad. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ahlan wa sahlan feekum. First of all, I would like to say thank you for inviting me first. ان شاء الله مشكور اخوي ايمن. بدايه ارحب في الجميع. وعندنا احنا في حاضنه الاعمال يمكن خسرنا الصوت اخ فهد، ما اعرف شلون تسمعني، انا مش عم اسمعك. واحد how to make، اثنين how to operate، ثلاثة how to manage، وهو الأهم يعني حق رواد الأعمال بشكل عام. فممكن اليوم أي مهنة ممكن يدخل فيها السوق نقدر نسوي له قاعدة بحيث يدير هذه العملية. هل الصوت واضح؟ سمعك، هلا سمعك تمام، بس فكر الأول شوي عنه، بس هلا سمعك كل شيء منيح. اوكي فنسوي له بلاتفورم كامل كيف يقدر يدير وهو طالع من الزيرو، ان كان في مجال العطور او كان في مجال القهوه او الكوفي او في مجال الفرنشايز او حتى الاي كوميرشال. طبعا الحمد لله نحن طلعنا من نان برانش، من ولا برانش طلعنا الى 9 فرنشايز الحمد لله من المكان اللي نحن فيه. هذا كله بعد فضل الله، ومن ثم التعاون اللي صار بيننا وبين رواد الأعمال والإنفسترز. هيئنا رواد الأعمال، سوينا لهم بلاتفورم، حطينا لهم great idea، حطينا لهم timing يبدون صح، بيكون في أرقى الأماكن إن شاء الله، دبي مول، دبي ديستريكت ديزاين، الجادة داون تاون، الشارجة، أبو ظبي، القناة ايدي. فان شاء الله في ارقى اماكن بتلقون مثل محطات صغيره لرواد الاعمال. القصد من تجارز هي بيئه انفايرمنت لكل رائد اعمال يقدر يمكن نفسه من الزيرو الى يتمكن يمسك المشروع تبعه. طبعا مجال العطور الصعوبات اللي يلقون فيها رواد الاعمال، الصعوبات احدى التحديات يعني اولا اختيار نوع الجوده، لانه شيء ملامس للبشره، على البشره، فتلقون يلقون صعوبه في اختيار نوع الجوده والاماكن الزينه، لان the international fragrance association المنظمه هذه افرا ما تحكر رائحه معينه لجهه معينه او لبراند معين يحتكر هذه الرائحه، فتفتح المجال لجميع العالم بإمكانه يستخدمها، ما في حماية ملكية فكرية. عشان كذي تلقى السوق متشبع بأنواع الزيوت وأنواع الروائح وأنواع المواد الأولية التركيبية في العطور، فتلقى رائد الأعمال الانتربرينورشيب يبغي يبدأ مستعجل، يعني بدون أنظمة، بدون دقة، بدون كيف بدير العملية، كيف بنجحها في الماركتينج، كيف بدير الفاينانس تبعي، وين بشارك، اي معرض، اي تاريخ ابدا. بلا شك اخوي ايمن اليوم التايمينج مهم، انجح شركات العالم كلها اعتمدت على التايمينج، الوقت الصحيح للدخول. مثل ما نحن بدينا في البندمك
وحمد لله قدمنا مادة حلوة، وقبل لا نبدأ عودنا رأس المال تبع التجارة وما زلنا في تقدم في تطور. الفرنشايز، الفرنشايز الحمد لله حصلنا على بلاتفورم كامل من شركة إماراتية عندنا، وهي تبع تجارز اسمها فرجار فرنشايزينج كونسلتيشن. food and beverage، لكن لا هناك الفرنشايز واسع المجال. انا اليوم كمستثمر ان كان عندي تجاره او عقارات او كذا، ممكن عندي مخزون مالي حرامه جمده الى السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها، ممكن طلع جزء منه نشغله في فرنشايز جاهز بدون ما اتعب من A to Z. يعطوني النو هاو كامل وابدا ادخل السوق في فرنشايز جاهز، ان كان في مجال العطور، الملابس، الجيم، جولدن جيم فرانشايز، فيرست فيتنس فرانشايز، اغلب اللي يجون الحين فرانشايز. يعني اي فكره اليوم ممكن نحط عليها البلاتفورم تبع الفرانشايز وتطلع، وانت تركز على البراندنج كيف ينجح وتديرهم حتى تشوف في تطور متقدم. وهم كل فرانشايزي يركز على الفرع تبعه وكيف ينمي من هذا الفرع يصير لفرعين لثلاثه لاربعه. هذه هي العمليه كلها. هلا حضرتك حكيت بكثير مواضيع، خلينا نركز على واحده ولا الثانيه. مثلا رائد الاعمال يعني شو الشروط؟ في يكون عنده بس فكره بسيطه وبيدخل وبيندرس موضوعه، او لا لازم يكون عنده منتج معين او يكون عنده محل او شيء على الانترنت؟ يعني شو الشروط لاستقطاب رائد الاعمال؟ عندنا في التجاز بزنس انكيبيتر سنتر نسوي مثل الممبرشيب حتى اي واحد عنده ايديا يبدا يتدرب على الايديا هذه كيف راح تطلع في السوق. كلها عملي باي وورك، يعني ما في شيء تنتظر وتعليم وليرنينج بس، لا كلها باي وورك عملي. فبعد هذه الخطوه انت راح تسوي دراستك بنفسك، حتى لو بادي من الزيرو نحن نعلم كيف تدرس اي مشروع بحيث تبدا مشروعك وانت مطمن هذا المشروع مناسب لي او لا. الخطوة الأخيرة بعد ما نحط البلاتفورم النموذج الأولي لأي مشروع، نستقطب الانفسترز المستثمرين، وغالبا نعتمد على الانديفيدوال انفسترز أفضل من البنوك أو الجهات الكبيرة اللي تتطلب وايد صعوبات. اليوم أنا القصد أن الكل يلعب على سيتويشن وين وين، هو يفوز والمستثمر يفوز، كل يقدر يتشارك. طبعا الاندفجوال ممكن اديته البرنامج، يعني لما يدخل حضرتك قلت انت رح تساعده وتساعده بدراسته وتحضيره بعدين انفستمنت. هو في برنامج أيوة. ثلاث مرات بالسنه، ثلاث اشهر، اربع اشهر، يعني كيف ستراكشر؟ يا سام نحن عندنا الممبرشيب الى سنه كامله، ممكن الاستاذ ايمن خبرته 90% بس باقي 10% ياخذها في شهر، ممكن حد ثاني يطول معاك 9 شهور، ممكن حد 4 شهور على حسب. في حد دخل معانا اليوم بكرة استثمر على طول في فرع بالفروع عندنا في لاست اكزت ميراس. فسبحان الله حد انتظر، اللي معاه الانفسترز ينتظرون سنة كاملة عشان يخلص المشروع دراسته اللي هو البروتوتايب، بعدين بيدخلون المشروع. هو سبحان الله اليوم سجل بكرة دخل لأنه كان جاهز، على حسب كل واحد وقدرته وفهمه. بس اليوم المقصد اليوم تلقى الانفايرمنت، هذا هو النجاح الاساسي، انك تلقى بيئه عمل تحفزك وتساعدك على النجاح. من غير هذا انت حطيت فكره ايديا درستها بنفسك، خدت وقت فيها يمكن شهر شهرين ثلاث سنه، بس في النهايه لقيت انفسترز يطبق لك هذا الشيء بمقابل انت راح تدير. هذه الفكره. بس هذا كتير فهد، يعني الحمد لله كتار هو هذا كله مقابل اكوتي، مقابل مالي، مقابل شراكة. كيف عم تكون يعني مقابل ايش؟ تكون شراكة قانونية مثل اللي من قبل دولة الامارات، اللي هي كقانون دولة الامارات 50 فاقل شخص، ممكن شخصين يدخلون الى 50. عندنا مجال مفتوح للانديفيدوال يكونون از بارتنر، بس في عقود التأسيس تكون انت كمستثمر، يعني مالك دخل بالاداره، اللي يدير هو صاحب الفكره او الشخص المخول او المنتج.
قطع صوت شوي اخفاد. فانا حبيت استفهم يعني تجارس بتكون شريك يعني مثلا يعني عم بساعد مقابل اكويتي 60% او لا في انفستمنت كاش عشان تجارس يعني تجارس لانه عم بتساعد مقابل شو حتى بيكون في مقابل بيكون يا اكويتي او مردود او كتجارس ايوه انت لا تجارس في حال الانكيوبيش انكيوبيتد اذا نحن احتضننا المشروع راح ناخذ شيرز وسمول شيرز يعني تقول انت 10% بيلو حسب حجم المشروع اذا احتضننا المشروع في حال لم نحتضن المشروع راح نحن فقط نسوي حلقه وصل ما بين الانتربرينورشيب مقابل العضويه والانفسترز مقابل عضويه الانفستر راح ندمج بينهم على القانون السائد في الدولة هذه الفكرة لكن في حال نحن احتضننا مشروع جاهز من الخارج وسوينا له ريبراندنج وحطينا له استراتيجيك وجبنا له مستثمرين انفسترز هني إذا نحن احتضننا المشروع راح ندخل شير 10% below depends the capacity of أو حجم خلنا نقول المشروع اوكي وشفت انا بالصور على الويب سايت وعلى انستغرام في خلط العطور وهيك يعني شكله عم بتساعدهم كمان بالتكوين والعطور ليش في تركيز على عطور وعلى على القهوه سبيشالتي بيفرج نحن اليوم نبدا بالترند مثل ما نقول العطور الفريجرنس وورد لان الشيء هذا مستهلك خاصه في الميدل ايست وحتى ان ذا وورد يعني لا يمكن انك تطلع without perfume فهذا الشيء مستهلك باستمرار وخاصه ان احنا في الميدل ايست عندنا مناسبات كثيره وعندنا اعياد كثيره وعندنا عندنا عندنا وايد اشياء فنستخدم هذا الشيء ممكن اليوم الفرنجرس يعطيك مارجن ربح عالي يعطيك عالي اعلى عن اي حاجه اخرى وكذلك الاف ام بي في عالم القهوه والكوفي كذلك انت من تفتح يصير عندك كاش فلو ثاني يوم اليوم الافتتاح opening من اليوم تبدأ تدخل فلوس بعكس مراكز التدريب والإنكيوبيتر وغيره تنتظر وقت طويل حتى تسوي دخل فعشان كذي نحن ركزنا على الأبسط والترند والشيء المستهلك لرواد الأعمال اوكي وكاي كوميرس كيف عم تساعدوا كيف عم تساعدوا البراند في الاي كوميرس هنا عم تساعدوا انه يعملوا الويب سايت شوبيفاي هني عندنا كذا شركه تحت تجارز منها اول شيء نبدا في تشاور كونسلتيشن هذا في جنرال للبزنس عندنا فرجار فرانشايزنج كونسلتيشن هذه بعد للفرانشايز عندنا كليكس بوكس هذه تسوي الكونسلتيشن تبع البرفيوم وعندنا اي بلوت تبع الديزايننج والفيت اوت وغيره فلذلك نسوي نحن نشغل فلوسنا بيننا وبين بعض كشركاتنا وعلى فكره كلهم اصحابهم ممبرشيب يعني تبع ممبرشيب دخلوا من الزيرو اليوم قال لك فهد انا ابغي هالشركه وعندنا جارتي كاستمر الشركات تبعنا وهذه قلنا خلاص تعال انت سوي هذه الشركه تبع كونسلتيشن العطور نحن نسوي لك البلاتفورم كل شيء وتروح الله يوفقك وكذلك الكونسلتيشن وغيره فلذلك شركاتنا منا وفينا اوكي وشو الاليه اذا راي ما بده يقدم شو الاليه عندنا مثلا عندنا وشيء عندنا 6 كاتيجوريز او 7 عندنا للفيزيتورز يقدر يجينا ويتعرف على رواد الاعمال ويشوف كيف بدوا ويتقهوى معنا ويقرا كتب ويخلص شغله هذا الفيزيتورز اثنين عندنا ممبرشيب في يقدر يشترك فيه خلال سنه كامله ومع مميزات كثيره ثلاثة عندنا المدربون والخبراء ممكن الأستاذ أيمن يقول فهد أنا بنضم عندكم في هذا المجال أنا بفيد رواد الأعمال وبستفيد منها فنسوي لك مثلا آلية معينة تدخل معنا وتكون تحت مظلة تجارس في هذا المجال هذه للخبراء والمستشارون عندنا 4 انتربرينورشيب اللي أصحاب مشاريع فقط يبغي الى ريبراندنج
ونجيب له ونحط له استراتيجي متى يبدا وين وكيف وكم البادجت والدراسه كامله ونجيب له المستثمرين. هذا انتربرينورشيب. رقم خمسة عندنا اللي يبغون كونسلتيشن فقط، يبغي مشروع او خاص، هني نوجهه لاي شركه متخصصه لحسب رغبه العميل. عندنا ستة اللي هم المستثمرون انفسترز، هذا فيه له فيز. كل المشاريع اللي تحتاج مستثمرين توصل للانفسترز كاملة مع الدراسة، وانت تختار ابغي كم المينيموم كم الماكسيموم، فتدخل معاهم حسب رغبتك. كل مدار السنة هذه توصل لك كل المشاريع. تقريبا رقم سبعة اللي هم مرتادين الدورات في الكورسز وركشوب، هذه فقط جاي لهذه الدورة، كان عطور كان فرنشايز كان تسويق كان كوفي كان ستارت اب بزنس ستارت اب، هذه المرتادين دورات. ها يجي وياخذ حاجته يقدر يستخدمها، ما قدر يجي كزائر يزورنا مره مرتين يتعرف على الشباب على رواد الاعمال. هذه الفكرة واضحة واضحة. ما سمعتك. بيروح على ويب سايت، بيروح على الإيميل، على الإيميل، على الإنستغرام، بيلاقي كل أرقام التواصل ويقدر يتواصل معنا وإن شاء الله نرد عليه. الله يوفقك. تمام تمام. أخ فهد أنا بدي أشكرك على وقتك وعلى وعلى وضوحك بهذا الموضوع. والله هو تأسيس البزنس متعب. أنا اللي أشكركم على رأسي. اهتمام هيك برتاح، شوف إنه في شوية اهتمام لحتى نصور صعب وقت تحسين. وتوعدونا لنا لقاء أجمل وأقوى في دبي ديستريك ديزاين إن شاء الله بعد أربع شهور. ان شاء الله. حبيبي اهلا وسهلا. سلام. شكرا لك اخ فهد، حياك.